السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شوات ريحانة كمال نقدم لكم عصير منعش ورائع. نخليكم مع المقادير والطريقة. المكونات: تفاحة من الحجم الكبير مقشرة أو مقطعة قطع صغيرة، 2 قطع ديال الجبن مربع، ممكن تعوضوه بالجبن مثلث، سكر بحسب الذوق، خديت 2 معالق كبيرة، علبة ديال الياغورت بنكهة الفانيلا اللي هو علبة الزبادي، عندنا عصير برتقالة مزجته مع عصير ليمونة حامضة، نصف لتر ديال الحليب. ناخد الخلاط الكهربائي كنفرغ فيه جميع المكونات: تفاح، عصير البرتقال مع عصير ليمون حامض، 2 قطع ديال الجبن مربع ممكن تعوضوه بجبن مثلث، سكر بحسب الذوق، نصف لتر من الحليب السائل، علبة ديال الياغورت اللي هو الزبادي بنكهة الفانيلا وزن 110 غرام. كنطحن المكونات جيدا، بعد ما طحنت المكونات كلها مع بعض جيدا كنفرغها في كؤوس، اما كتكون صغيرة او متوسطة الحجم، انا خديت كؤوس من الحجم الكبير. كنفرغ العصير وندخل الثلاجة حتى كيبرد مزيان. في الفترة اللي غادي يبرد فيها كنلاحظوا تكون سائل في اسفل الكؤوس، حاجة عادية. ملي كنتناولو كنمزجو المكونات كلها مع بعض وكنتناولو بالصحة والراحة. ان شاء الله تجربوه، كيجي رائع بمعنى الكلمة. اذا عجبكم الفيديو شاركوني التعليقات ديالكم وبارطاجي انضمام القناة. ضروري ما كندخلوه الثلاجة حتى كيبرد. الشكل النهائي للكؤوس كما لاحظتوا تكون سائل اسفل الكؤوس، كنمزجوهم وكنتناولهم بالصحة والراحة.